السلام عليكم ومرحبا بكم معي على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة بإذن الله. اليوم ان شاء الله نتلقاو في فيديو جديد باش نشارك معكم بعض المشتريات ديالي وكذلك واحد الوصفة اللي جد سهلة لفطور الصباح او الكوت ديال العشية. بالنسبة للمشتريات هنايا كانوا حطوا في الجورنال ديال ستوكوماني كانوا حاطين الالعاب اللي كانوا رخاص بزاف، وعجبني واحد الديناصور اللي كيخدم بالحجر. صراحة يعني راهم حاطين الألعاب واحد الثمن جد مناسب إذا كنتم مهتمين بالنسبة للأطفال ديالكم. وكذلك مشيت خديت بعض المشتريات اللي كانوا خاصيني في الدار بحال الخضرة والفواكه. إذا كنتم مهتمين بالفيديو نتمنى أنكم تشاهدوا حتى النهاية. الحوايج اللي خديت من ستوكوماني، خديت هاد الديناصور هذا اللي الثمن ديالو يستاهل 12 أورو و99. خديت هاد الكويغ لي فورشا ديال لي زابيريتيف اللي الثمن ديالهم تيدير 1 أورو و49. خديت هاد المدلك هذا اللي الثمن ديالو تيدير 3 أورو و99 اللي كيرشم كيخلي الرشمه في لي صابلي. وكذلك خديت هاد الليمول هكا اللي الثمن ديالهم يدير 3 أورو و99. انا خديتهم باش نديرهم يعني ديبيوش غلاسي، ويمكن لكم ديروهم كلاسي او في الفران، يعني كيدخلوا الفران يدخلوا المجمد ويدخلوا لافيسيل. وهنايا خديت هاد لوجو سوسيتي لو سكرابل، هادي خديتها من كورا الثمن ديالها 22 اورو. هنايا مشيت لكورا وانتر مارشي خديت هاد الخضره والفواكه. من كورا خديت غير البنان، كنت خديت البنان وهذيك لو سكراب اللي شاركتها معاكم. ومن انتر مارشي خديت هذا الشيء اللي باقي، هنا خديت هذا الشيء من انتر مارشي. خديت هذا الفلفله هكا فلفله صغيره، خديت هذا لي فخوي روج درت لهم بهم واحد الكاطو ان شاء الله غادي نشاركو معاكم. هنايا خديت بلتشين ليمونتين العنب الكاكي سيترون فير لفت ثومه وبطاطا قصبيه. وهنا هاد الشيكولا كانوا دايرينها بروموسيون في انتر مارشي لو كنتو مهتمين. كاين هاد نيسلي كتبقى من لابواط 3 أورو شي حاجه، وكاين لين وكاين هاد كيندر اللي كتشري زوج زوجة عليها 68%. وهنايا غادي نحضروا المادلين الاسباني اللي يعني ساهل وما فيهش مكونات، يعني بحال وبحال شي مادلينا. ايه هو يعني طريقه الطهي ديالو اللي شويه مختلفه. هنا سخنت الفران ديالي على درجه حراره 200 درجه وغادي ندخلو يطيب اولا في واحد الفران اللي كيكون سخن بزاف المده ديال 5 دقائق، ومن بعد غادي نقص الحراره ل 180 درجه ونخليه يكمل الطياب ديالو. اما بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه، هذه نحتاجو جوج ديال البيضات اللي درت معاهم شويه ديال الملحه، كاس ديال الزيت اللي ما عامرش، كاس ديال السكر. السكر كيبقى لكم على حسب الذوق، يمكن لكم تضيفوا واحد نصف اخر. هنا عندي كاس ديال اللبن، الا ما كانش عندكم اللبن ديروا معاه الحليب وخلطوا معاه عسل حامضه باش يتقطع لنا شويه، ولكن من الحامضه هكا يعني اللبن هكا بهذه الطريقه احسن. او يمكن لكم كذلك تستعملوا واحد الياغورت او الكاس ديال الماء. هنا عندي ربعه ديال الفورس، عندي 11 غرام ديال خميره الحلويات، عندي عصير حامضه، عندي القشور ديال الحامضه، وهنايا عندي شويه ديال السنيده اللي غادي نزوق بها هاد المادلين هذا. يعني هذا هو اللي فيه مختلف على المادلين العادي، يعني كنديروا فوقه السكر سنيده باش يجي هذيك اللمعه ديالو. هنا غادي ناخذ البيض اللي درنا له شويه قوسه تاع الملح، غادي نضيفوا له هاد الكاس ديال السكر،
وهنا غادي نخلطهم حتى يبيض لنا هذا الخليط، هذا الصفر، هذا البيض هذا مع الصفر. هنا غادي نضيفو كاس تاع الزيت، غادي نضيف الحامض والقشور ديال الحامضة، هنا غادي نضيف هاد الكيس تاع اللبن، وصافي. هنا غادي نضيفو الفارينة مع الخميرة، هنا هذه المرة باش نوضعه في هاد الليمون تاع الكاغد، غنوضعو على حسب 2 معالق في كل مول. وهنايا من بعد ما عمرنا هاد الليمون ديالنا، غادي نمرو باش نوضعو السكر سنيده فوق الوجه ديال هاد الكاطو هكا، وندخلوهم الفران مسخن على درجه حراره 200 درجه، نخليهم يطيبو 5 دقائق على هاد الحراره هادي، ومن بعد نزلو الحراره ل 180 درجه. وصافي، هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه ديال المادلين الا ما كانش ينجح لكم، لانها وصفه جد سهله كما لاحظتوا معايا وناجحه 100%، وانا متاكده غادي تعجب صحاب الدار ديالكم. والان غادي نخليكم في امان الله، ونضرب لكم موعد في وصفات وفيديوهات وحدين اخرين باذن الله. الى اللقاء.